شرفي هاتي لشوف شو رأيك؟ ما فهمت عليك. شو ما فهمتي علي؟ بقصد الموقع، الإطلالة، الجو، الديكور، الخشب. هلا هو كتير حلو بس أنا مالي فهمان أنت على شو ناوي، يعني ناوي تفتح مشروع جديد وعم تسألني؟ طبعا ناوي أفتح مشروع جديد بس إلك هالمرة. ما فهمت عليك. أنا حاسس فيكي وبعرف قعدة البيت قديش عم تتعب لك أعصابك، فهيك يعني فكرت وقررت افتح لك مشروع صغير تعملي فيه اللي بدك اياه، تفتحي مركز رياضي، صالة ازياء، مركز تجميل، اللي بدك اياه. عن جد حبيبي رح تفتح لي هذا المشروع لإلي؟ لك وحياتك هالفكرة من زمان ببالي، بس يا ريت كان معي لحتى نفذ لك اياها، بس مثل ما بتعرفي كل مصرياتي حاططها بمشروع الفندق الصغير تبع بلودان. على كل حال رح اشتري لك هذا العقار وكمله اكساب وعبي لك اياه بضاعة اجنبية وازياء وعطورات اللي بدك اياه. المهم تكوني مبسوطة. لك إن شاء الله تقبر قلبي. ميرفت أنا كتير بحبك ويمكن عصبيتي ونزاقتي هي اللي بتخليني أغلط معك، لك إن شاء الله بتنكسر إيدي إذا ما بمد عليك من هون ورايح. دموعك آخر مرة كتير أثروا فيني. خلاص حبيبي أنا عن جد مسامحتك، وبس تتيسر أموري الله يقدرني لحتى عبي لك هالمكان ماركات أجنبية. ربك بيفرج عنك.